اني اسكت ما تحدني عن خير. لا اقول صل على النبي. يلا صلوا على النبي. اللهم صل وسلم على النبي. يلا يا احمد سفر قمر. احمد سفر قمر. ذاك النهار قالوا تعرفون طاري كورونا وذا قالوا اللقاح لازم تاخذه. انا كنت مخطط اني ما اخذه. تعرفون الاشاعات اللي جت عنه وذا وانه يسوي وانه كذا. قلت انا ما راح اخذه. صديق المهجهج. يسوون اللي يسوون. بس يوم من حديت على الدراسه قال والله ما تدخل انت تاخذه. قلت خلني اخذ من بدري احد لا بدت الدراسه لني. اي ذاك النهار ذاك النهار العصر اتوجه لهم انا واخوي سلطان ناخذ اللقاح. طبعا اول تجربه لنا زي كذا بعد ابوي وبي قد جربه ويقول ابوي انه عادي فهمت؟ هذا ربي ايش سوى؟ ابوي اول ما اخذه خذ حبوب بعده فهمت؟ مسكر عشان يعني من بدري تقوى المناعه. وحنا وش سوينا انا واخوي؟ لا اخذناه ما راح اسوي شيء وتونا اخذناه استشارونا الناس قالوا ما يدنا اقعدوا في البيت لا تسوون شيء لا تشتغلون تروحون وخذوا لكم بنادول وذا. قلت والله يوم اخذنا اللقاح وظهرنا من المستشفى ابوي يدق علينا تعالوا عند البل ما عندي احد تعالوا حطوا الطعام سووا حطوا. قلت ابشر هبلها جايين لكن الايام ذيك ما عندنا عامل فهمتوا؟ شد نفسك يقول الدخان الدخان يتبزع حمد انت زين حمد انا ذاك النهار بلاش لقيت ميدل تراني خلاص عرفتني زين راح اروح بلاحقنا اسلم اسمع ويوم ابوي صار علينا قال تعالوا احنا نتوجه له احنا نشتغل احنا كنا عند البيت خلاص راح نعود ننام. اصبحت الصبح اني نشيط ما اخذت لا بنادول ولا شيء ولا اخذت ولا علاج ولا شيء زين ما اخذت علاج ولا شيء ما اخذت علاج ولا شيء حلو كمل ما ادري ما اخذت علاج ولا شيء اوكي عشان موجود المهم ما اخذنا علاج ولا شيء يوم قبل الصباح قلت اجل لا ناخذ شيء ما يحتاج ناخذ علاج احنا ما فينا شيء نضر انفسنا صح بيد اخوي خلنا نتوجه بس لا احنا ناخذ احنا نسرح بها جاي الساعة 9:30 الضحى يوم اني قمت اتراعد برد لا اتراعد من التعب الشمس ساكتنا صك ايام الصيف حر اليوم قمت اتراعد صدق خمتني الحمى وما عاد اقدر الموتر ما عاد اقدر اسوقه لدرجة اني ما اقدر ارفع راسي لو رفعت راسي طش وما عاد اشوف الدرب تعرف اللي يجيك غشة اسود ايه ها ما غير قلب راسي زي كذا لازم ولا متكر واخوي سلطان اشوى مني شوي زين وخذ الموتر ويوم جينا عاد بنورد بلبل وانا وياه نتوجه ابوي وين رايح؟ ابوي راح يعس زين؟ يوم جينا مع نص الدرب والبل تهج يوم البل هجت واخوي سلطان نظره يم البل عشان ما يصدمها فهمت؟ بس يردها اثر ذاك قاعد الشجره علم ابو راح وين؟ راح وين؟ حقنا وين؟ ابوي راح يعس يعس يعني يروح يشوف الارض يشوف الارض شاي جديد صح؟ حار راح يعس يعس الارض عشان يعني نغير المراحل فهمت؟ والبل هاجت مع نص الدرب واخوي سلطان قاعد يرد البل ها؟ يا رجال رجع يسولف علمكم وش يرد البل جاء المعذ وقال لهم يرد البل ابو ترى والله والله العظيم لا عارف يضحك ما يضحك وسالت انا عارف لا انا بس سالت ترى عشان الكلمه انا عارف ما قلت انا قلت شيء اسلم اسلم اهلا رجال جماعك راح يعني ويرد البل اخوي سلطان وعانه يم البل عشان ما يبي يصدمها فهمت؟ واذر ذيك قاعت الشجره الصغيره اللي منقطعه وبارس جنب السكه وهو ما انتبه لها ما سمعنا الا صوت انا سمعته وهو ما سمعه فهمت؟ قلت انا ايش؟ انا يوم سمعته قلت ايش قاروره الله فوق الله فوق الله فوق عسى 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 الحمد لله يا رب اخذت حقي يلا يا رب تسلم يلا يا رب انك تاخذ من عايض ايضا يا رب يلا يا رب خلاص خلاص يا ودي من القهوه من تدري وش ودي ودي تاخذ بيدك اي عارف بس خلاص اسكت احترموني طيب يا اخي ماشي الله فوق اسلم سلم ثلاث اصابع ثلاث اصابع لا تعرف تعرف الصابع لا لا تعرف الصابع اكمل سرقه تكفى سلم سلم هبلها حقنا كمل المهم حمد هبلها حقنا المهم وما انتبه لها وقال ببلخ وروح على وجهه انا سمعت الصوت حسبت انه ايش وطالع قاروره شيء فهمتوا؟ يا رجل تعال خلي كمل 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 يا عبد الله هو شو لا تسلم عليك هو قاعد يسولف لا انا ما احب اسولف ما حد يمي اخليك كلهم بس واحد يا شباب اسلم المهم انه ما اني مركز والله ما ادري ايش قال ايش خلفك هيا يا ولد انا يلا في عمري قسم بالله اني اسلم خطا مني اني اسولف اي والله خطا يا
يوم هرج اسلم اسلم قول عيال واحد قاعد يسوي الضوء وانت اسلم عدل سلفتك ها انتم خليكم معي لازم طالعك طالع لا 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 ما بدك تسولف ولا تضحك ولا تروح تعاين نوم خلاص وضع جدي ما كانك تحترمني صدق والله اسامه والله ما معي الا اسامه وفلح جرمن كوس وحنا عشان نشمود البل اسلم يا عبد الله اي صح ما تبي سالفه تبي نغيرها يعني المهم الاخ ادرى بنشر الكفاره والموتر قام يهزع بهمي وحنا مع مسيله فهمت يحسبنا من المسيله الاخ قال الموتر يروح يمين قلت وقف 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 اقول انا درت انه يوم وقفنا وانزل انا ما اقدر انزل تعبان يا رجل تعبان والشمس صاكت رصك وظمى وتعب وحمى وقلب الهدت راحت قلنا الحين تبى توصل للمراحل وتبى تروح وراها يما الخط الخط قدامها زين وابوي ما هو فيه ورسال ما به رسال حلو وانا انزل من الموتر انزل الموتر الذي الكفاره من شقه مع جنبها والشمس صاكت نصك وانا تعبان بالي يلا امشي بعمري اشيل عمري قلت نزل اسبير على طول وحنا والله يا رجل ليتنا فاهمين لا خلصنا من الحديده حطيناها تحت الموتر في الظلال لا نحطها في الشمس هم لا جنبت نرفع مفتاح العدل ولا حديده لا تقول تعرف ماسك الجمر هاي ماسك ذي زيها انت بالصيف هاي صيف يسوق نسوق الشمس سكرت من فوق على راسك ظما وتعب وبليالة تشيل عمرك تقول اني تعرف الحلم اللي انت فيه تقول بتموت تبت رايح فيها هذا هو وشايل الهمبل بالراحه وراك هجت الحين تبي تروح وراها على الخط يصدمون الناس الحين الناس ما عاد تشوف غير على جوالاتها المهم وش اسمه وانزل وياه يوم دبرنا كفرتنا خلصناها وجينا نبي نحرك احنا محذرين للموتر زين يوم عاين تبوي من مقبل علانا وانا تقول اني رجعت الحياه من اول دريت اني ايش انه ابوي خلاص اكد انه زد كمان خلبل وردها على المراح وجانا الحين وجاك اي خلاص وانا اركب الموتر متحمس وانا عشقه وانا اقول به فهمت الموتر محله الموتر علامه اقول به ابوي يكبس من بعيد ويصيح حوش يا ابو عندنا انتم مجنون انتم وش الموتر محدر تقول صار يعني صار المنشر اي انا محذر له فهمت طرقته وننزل الكبر احنا عود يشيله قلت ما تشوفون قلت والله يبي من التعب خمنا تعب اللقاح اول مره اخذه والله العظيم اني رجعت للبيت متى؟ الظهر تغديت نمت حداك متى قمت؟ انا ترى عادتي لا انا عادتي اني اذا نمت وطولت مثلا تلقاني من اقوم بعد العشاء خلاص هذا قمت اي واضح نومك خفيف ما شاء الله داخل متى قمت؟ بعد الفجر على ذا الفجر والله العظيم احلى تسديده لا تقول اني النوم والله العظيم إن عندي من الشط المره تقول اني راجعه الحياه في النوم عند لا ادمي ذا يا ولد لا ادمي ذا يرقد نوم ما ترقده اي العراب متعود على نفسي انا ما متعود على نفسي لا ادمي ذا هذا علمي وسلامتكم سلامت يا ابو علي